سأقوم بكل شيء بما يتيحه لي الدستور لمنع دونالد ترامب من الصعود إلى سدة الحكم من جديد. هكذا قال الرئيس جو بايدن في سياق تعليقه على إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية. بايدن أكد أنه يرغب في الترشح لإعادة انتخابه، لكنه سيعلن قراره الأخير السنة المقبلة. بايدن الرئيس الديمقراطي يبلغ من العمر 80 عاما، لا يشعر بأنه بحاجة للاستعجال في اتخاذ قرار ترشحها، رغم الأسئلة التي تطرحها الأوساط السياسية الأمريكية حول ذلك. قال بايدن إن عائلته تريده الترشح من جديد، وفي حال أراد القيام بذلك سيكون بمعزل عن أي ضغط من خصمه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسعى بدوره للترشح لاستحقاقات 2024.